خصو يزيد في الخبز، ملي زدت عليه في البوطه راه ضروري خصو يزيد في الخبز. الخبزه شحال كتشاط ليه فيها؟ 4 دريال. هو تزدت عليه 10 دراهم في البوطه، راه كيستهلك البوطه اكثر من المواطن العادي. هذا الناس هادو راه نهار كامل ما كيطيبوا في الخبز، كيطيبوا الناس راه هما اللي نافعيننا بعدا حنا، كيطيبوا لنا الخبز ويبيعوا لنا. دابا هو ملي تزدت عليه في البوطه راه خصو يزيد في الخبز، هما مساكن باقيين دايرين الخبز الثمن باش باقيين دايرينو، باش كانوا كيبيعوه بدرهم خبزه بش درهم خبزه كبيره ودرهم خبزه صغيره باش يبيعوه. دابا هما دابا تزادت عليهم ب 14 درهم، وحنا المواطنين حنا مقصحين في هذا الشيء ديال الزياده، زايدين ديك البوطه اول عيد جات هو زايدين فيه. واحد الشاري حولي اصغر ب 120,000 ريال، والسميك باقي هو هو، ما تزاد ما والو، الناس باقيين الاجور ديالهم هي هي. وكان حد قناع في الزياده في البوطه، زيدوا الناس الاجور، عطوا الناس الحقوق ديالهم. الناس راه ما كتمتعوش بحقوق ديالهم كامله كاع، زيدوهم في البوطه حتى هي، زيدوا زدتوا بعدا بزاف ديال الموارد، زدتوا البوطه حتى هي، راه عيب والله، عيب والله. ما عرفت فين غاديين هاد الناس، هاد البلاد هاد زاد البوطه راه كلشي كيتزاد. راه مولين الفران خصهم يزيدوا في الخبز، مولين المسمن خصهم يزيدوا في المسمن، مولين الكاسكروطة حتى هما كيديروا باش كيبيعوا الكاسكروطة، غادي يبقى يبيعوا بداك الثمن كيبيعوه، حتى هما خصهم يزيدوا في الكاسكروطة حيت كيتسالك البوطة. يتقوا الله في هذا المواطن هذا ويشوفوا من حاله، فكروا المواطن قبل ما يفكروا جيوبهم، هما باغيين يدخلوا على جيوبهم. المواطن يتلح في البحر يموت. احنا ما بغيناش الزيادة خويا، بالنسبة راه حنا عندنا الأولاد وعندنا العائلة كنصرفوا عليهم، شحال الديوانة اللي كنصرف راه خويا كل ديال المحال وتا واحد معاقل علينا. وخويا راه بزاف عندنا ضبوطة، 1000 ريال الله يحسن العوان، وزادوا في الموين وزادوا في الصغيرة حتى هي، وهادشي راه بزاف. راه خاص الإنسان خاص كلشي يهضر، ماشي واحد يهضر وواحد ما يهضرش، يقول لك لا علاش أنا غنهضر، غادي تهضر غتهضر على حقك، ما تقول شي حاجة اللي هي خايبة ولا هادي. ورا الله ينصر سيدنا، واني راه باقي الاخرين اخويا راه لا اله الا الله ومحمد رسول الله، الصراحه راه دله. وما حيتك الصير، ما حيتك البوطه، ما حيتك الضو، ما حيتك الماء، وكلشي زايدين فيه كلشي هادي. وراه الله يجي تيتويت الخير والله يهديهم علينا، وهادشي مطلب.